أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. أنا مصر إنهم يروحون ويشوفون من العالم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها المشاهدون الأعزاء، أيها الإخوة، السلام عليكم. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الشعبي فنون شعبية. يسرنا أن نرحب بكم جميعا وندعوكم إلى أولى فقرات هذه الحلقة. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، إثناء جولة البرنامج إلى محافظة الدوادمي، هذه المحافظة التابعة لأمارة منطقة الرياض، من هناك توجهنا إلى عرجة، وكان لنا هذا الحوار الذي لا تنقصه الصراحة أبدا، ومن خلاله سنستمع إلى روائع من الشعر الشعبي. معنا أيها الأحبة الأخ الشاعر ساير بن نايف الحبيل العتيبي، الله يمسيك بالخير يا أخ ساير. هلا، مساك الله بالخير أبو فارس. الحقيقة حنا قمنا بهذه الجولة للتعرف على شعراء هذا الجزء العزيز والغالي من بلادنا الحبيبة، وبودنا في الواقع أن يكون هذا الحوار حوار متميز، خاصة وأنك من الشعراء المتميزين، ولذلك نود قبل أن نستمع إلى القصائد أن يكون السؤال الأول: كيف ومتى بدأ ساير مع الشعر؟ والله أبو فارس، الشعر بديته من فترة طويلة، ومن تقريب عمري 12 سنة، لكني ما يعني الواحد كل ما يكبر الرجال وانت أبخص مني، كل ما يكون في نمو شعره، وحتى الشعر اللي نذكرها قبل 15 سنة و 20 سنة ما أقتنع بها الحين مثل الشعر اللي نقولها الحين. نعم ساير، هل تأثرت بشاعر معين من الشعراء القدامى أو الشعراء المعاصرين؟ والله الشعراء القدامى أنا قريت وأقرأ الشعراء القدامى، نعم، ونسمع في الإعلام مثل برنامجكم هذا وبرامج، ولله الحمد يعني عندنا شعراء كثيرين. أيوة. ويصعب علي اني بقول فلان ولا فلان. لا، هل تاثرت اقصد باحد معين مثلا، او حاولت انك تقلده بالاسلوب؟ لا والله، التاثير او تقليد ما قلدت احد ولا حاولت. طيب، هل انت الان ما ادري هل تطلع على ما ينشر وما يعرض من شعر عبر وسائل الاعلام؟ لو سالتك عن رايك الصريح في كل ما هو موجود الان في الساحه. والله الساحه الثريه شعراء. نعم. ثرية جدا بشعراء يستحقون أنه يقال عنهم كلمة شعراء، وترى كلمة شاعر ما هو بتطلق على كل واحد. صحيح. الشعر موهبة، ولا كل من قال أو كل من نشر في الصحافة للشعر. هذا صحيح. ساير، الحقيقة حنا نبي نسمع، حنا والمشاهدين الكرام، القصيدة الأولى، وما أدري
القصيدة الأولى وش تقول فيها؟ والله ما نبدي على الوطن شيء طال عمرك. يا سلام عليك. الحقيقة الشعر الذي يتحدث عن الوطن وعن أمجاد الوطن هو الشعر في الواقع الذي يجب أن يحترم ويجب أن يبقى أيضا، لأنه لا حب إلا للوطن ونحن كلنا للوطن. ولذلك نسمع من شاعر الوطن ساير هذه القصيدة عن الوطن، ماذا تقول فيها؟ أقول طال عمرك قصيدة وطنية. يقول الذي زين المعاني حايله، قاف على معناه يفهم دلائله، فلا خير في قول على غير بينه، وقول بلا تأكيد ماني بقايله، أقول الصحيح ومن بغاني يدلني، واخذ جزيل القاف واترك هزايله. جميل. أقول الصحيح ومن بغاني يدلني، واخذ جزيل القاف واترك هزايله، ولنا من يقول القول من شان مصلحه، يقول له قول يدور بدايله، انا امدح بلادي وتنومس مدحها، بلاد المليك اللي كسب كل طايله. كفو. انا امدح بلادي وتنومس مدحها، بلاد المليك اللي كسب كل طايله، حفظ مهابتنا وحصن حدودنا وحكم بشرع اللي علينا فضايله، واللي تبر تلقالات واستكت الدول، يوخذ بقول خادم البيت قايله، يقول ان شبر من الوطن يرخص الوطن، راعي كلام اللي حماه بفعايله، عز الله انه قال ووفى مقالته، قال الكلام اللي تهول صمايله. سلامتك. وانت سالم وغانم، هذه قصيده وطنيه، والحقيقة حنا ما نكتفي من شاعر مثل الشاعر ساير بن نايف الحبيل بقصيدة واحدة أو قصيدتين، ولذلك نحن نبحر معك ومع المشاهد العزيز وعبر فقرات هذا البرنامج يسرنا أن نستمع إلى قصيدة ثانية. في قصيدة ثانية طال عمرك حول السياحة في الوطن أو والسفر. نعم. هذه أيضا وطنية. يعني وطنية في موضوع معين. نعم. أقول فيها طال عمرك ما بي السفر وش عاد لو قالوا الناس. جميل. يزين في بعض البلاد السياحة. نعم. شفي لي حصل طالة ونوماس في نجد، وامشي رغبتي مع فياح اللي هب لي فيها ذعذيع نسناس، ريحة هواها فيه للقلب راحة، والله ما غبط اللي بلندن وتكساس، واللي يحبون السفر وانشراحة في دار زيزو ما العرب زاعد الراس. نعم. اللي حما شبه الجزيرة سلاحة، ومكة وطيبة مبعد عنها الانجاس، وبالشرع كم راس عن الجسم زاحة، اخذوا منه يهل القوانين نبراس، رعى العدالة والحزم والسماحة. سلامتك. وانت سالم وغانم، والحقيقة هذه أيضا قصيدة تتحدث عن السياحة وحث الناس على أنهم يقضون إجازاتهم داخل الوطن العزيز. شكرا لك يا ساير الحقيقة. سلم. ولا غرابة، أنت شاعر الحقيقة متمكن، والحقيقة حنا طمعنا، والظاهر أننا نبي نطول معك شوي ومع المشاهد العزيز، لأننا نحس في الواقع أن المشاهدين يرغبون أن يكون الاسترسال في الشعر أكثر. فما هي القصيدة الثالثة؟ لعل رجل النظر تهدوب روحه، أمه عليه تجر مذعور الأصوات، اللي عند الطلات تقصر شبوحة هذاك، وش نقص الجماعة اللي ماتوا قصر على الطالة، تشيد صروحة يلقى بطرافة مقايل ولذات وقصر الخناء، لو كان جاتك مدوحة يبين به مع طول الأيام ثغرات، ومن الأصلحة واليك صعب صلوحة، والمرجلة ما هي تمني وهقوات، المرجلة مبنى الرفيع أسطوحة، طرقة على بعض الرياجيل صعبات، ومن لا يحقق من ذراعه نجوحة يفشل، وتظهر فيها الأيام ثغرات، وقت يحده لين يدمي جروحة، حتى يبين اللي عطاه الشهادات. صح لسانك. صح بدنك يا ساير. نعم. الحقيقة ما شاء الله أنت حافظاً أيضاً هالقصايد كلها، حافظها غيب. نعم. وهذا الحقيقة شيء طيب، لأن والله حنا بعصرنا الواحد قام يعتمد على القراءة وقراءة القصيدة في ورقة، ولكن ما شاء الله عليك أنت تحفظ القصيدة. عشان ما ضيع في المستقبل القصايد المجبلة. أنت الله عشان مخطي. لا إن شاء الله أنك ما تضيع قصايدك، والحقيقة حنا معك ومع المشاهد العزيز، وما أدري نبي نسمع قصيدة رابعة. طبعا أنا بردها للغزل طال عمرك. اي حنا الحقيقة محمد الأحمد السديري الله يرحمه يقول ان الغزل هو ملح القصيد. نعم. ولذلك لا مانع انك تملح هالقصايد اللي انت قلتها. نعم. بابيات غزليه ونبي نسمع. اقول طال عمرك تعيش. انا ليال اديت في نجل الاعيان، حللت نظرات العيون تحليلي، ولد بعض احيان لو كنت غلطان، اجبر عزا نفسي بشيء قليلي، وان كان ما يرضيت يا مطرق البان، اقول يا بنت الرجال اسمحيلي،
وإن كان ما يرضيت يا مطرق البان أقول يا بنت الرجال اسمحي لي ماني من يطرد سراب بجيعان يموت ضامي ما يحصل حصيلي قسيت دورات الليالي والأزمان وقتي معلمني وقلبي دليلي ويا ما سهرت الليل موله وشفقان أسهر من الفرقة ويسهر خليلي وتقافت الأيام والوقت ما زام مدري متى وقتي يبي يستويلي وسلامتك. لا إن شاء الله أن وقتك يستوي لك وإن شاء الله أنه يزين. والحقيقة ذكرتني ببيت من قصيدة لشاعر من الشعراء القدامى وأعتقد أنه الشاعر صقرا صافي عندما قال ما نيب من يطرد سراب مضماه شاف السراب ويحسب أنه غديري. والقصيدة معروفة وموجودة. هذه قصيدة معروفة طبعا. فالحقيقة سايرها إحنا أخذنا منك الآن أربع قصايد. نعم. وبيودنا أن يستمر في الواقع هذا العطاء المتدفق وهذا الشعر الجميل الرائع، ولكن حنا هالمرة نبي منك قصيدة واحدة فقط تكون مسك ختام هذه الحلقة. فما هي القصيدة التي تختارها لنا؟ قصيدة أقول فيها طال عمرك عسى السحاب اللي تكاشف بروقه. نعم. يسقي وطن عذب القلب يا منيف يمطر عليهم كل ليلة حقوقه من أول الوشمي اللي تالي الصيف من رايح جزل العطايا يسوقه ينشي من المنشأ مزونه مقانيف من شان من قلبي غرامه يشوقه زول حشا مداج مثله ولا شيف عندي وكل معجب بمعشوقه من غير ذم في البنات الغطاريف. سلامتك طال عمرك. هذه أيضا قصيدة غزلية وجميلة الحقيقة. الله يسلم. في الواقع أيها الأحبة كما استمعتم إلى قصائد الشاعر ساير بن نايف الحبيل العتيبي، هذه النماذج الرائعة والجميلة. تحدث في قصائده عن الوطن وعن القضايا التي تهم المجتمع، وكانت النهاية بأبيات غزلية من الشعر العذري العفيف. لا يسعنا في نهاية هذه الدقائق إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لشاعرنا الشاعر ساير بن نايف الحبيل العتيبي الذي استضافنا في الواقع في عرجة التابعة لمحافظة الدوادمي التابعة لأمارة منطقة الرياض. باسمكم أيها الأحبة نشكر شاعرنا ساير، ويسرني أن أدعوكم الآن إلى الفقرة التالية من هذه الحلقة. بلا وداع بلا وداع وترى الأعذار ممنوعة، لا ودعك وانت روح لا تودعني غيري نهار الموادع يذرف دموعه ولا انا فنضحك وعز النفس يرفعني نويت اخلي حبال العرف مقطوعه وصد عن عين مخلوق يطالعني وانسى غيري نهار الموادع يذرف دموعه ولا فنضحك وعز النفس يرفعني نويت اخلي احبال العرف مقطوعه وصد عن عين مخلوق يطالعني وانساه وانسى هواه وزايف طبوعه واجبر جروحي على الفرقه تطاوعني يا ناكر الحب يا ناكر الحب فيك العين مخدوعة وانا كشفت السراب اللي مضيعني لوعت قلب انشكت من همه ضلوعه ويوم اتضح معدنك ما عاد تنفعني الله الله وش كنت دنيا كلها روعة الله وش كنت دنيا كلها روعة واليوم وش صرت وهم ما يروعني
لوعت قلب انشكت من همها ضلوعه ويوم اتضح معدنك ما عاد تنفعني. الله الله وش كنت دنيا كلها روعه واليوم وش صرت وهما ما يروعني. عسى يذوق غيري حامي اللوعه عسى عسى يذوتك غيري حامي اللوعه امثال ما كنت يا خاين تلوعني. خلاص خلاص يكفي قصص وعلوم مصنوعه روح افتخر كيف كنت العام خادعني وفكر بمعنى ثلاث طبوع مجموعه الحب والصبر والكتمان وش يعني. شعر ناصر محمد القحطاني. فجأة مثل كهرباء هذه حساسية الأسنان عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. الأشخاص اللي يعانوا من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضاً مشاكل باللثة. سنسوداين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن. أنا أنصح فيه لأنه فعال. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء هذه حساسية الأسنان عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. الأشخاص اللي يعانوا من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضاً مشاكل باللثة. سنسوداين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن. أنا أنصح فيه لأنه فعال. ألو. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسيك بالخير. يا هلا وسهلا. يا ما ادري من معي الله يسلمك. معك عبد الله بن حمير الساب الدوسري من وادي الدواسر. والنعم والله يا عبد الله يا حي الله ابو حمير. ابقاك. الحقيقه احنا سعداء جدا بان تكون ضيف حلقه هذا الاسبوع خاصه واننا عبر هذا البرنامج بدانا بالاتصال بمجموعه في الواقع من الشعراء وخاصه الشعراء المتميزين. وانت في الواقع والله يا ابو حمير ما هي يعني هذه ما هي مجامله انت احد الشعراء المتميزين. ابو حمير انا سعيد بهذا اللقاء واشكركم على كل حال وابادلكم يعني وشاطركم هذا الشعر الطيب. ابو حمير ما ادري نبي الحقيقه احنا اتصلنا بك نبي من قصايد. ايش القصايد طال عمرك اللي تبغى؟ والله يا ابو حمير انت شاعر كبير وشاعر معروف ولذلك حنا ما يمكن أن نفرض عليك نوع أو غرض معين من القصائد. أي يعني أعطيكم أي قصيدة. أي قصيدة أنت بتقدمها لا ما هي قصيدة يا أبو حمير. هلا. واحدة ما تكفينا منك. أبشر أبشر. الله يسلمك. أطلب تجد يا أبو فارس. الله يحييك. أنا في خدمتك وفي خدمة الأخوان وأشكر اللي استضافوكم جميعا. الله يحييك. فتح طلبكم على كل حال. على العموم أبو حمير حنا نتصل فيك الآن من الرياض. حياك الله. وأنت في وادي الدواسر. حياك الله. وأنت أحد شعراء الوطن البارزين. حياك الله. لك مساهمات جميلة ولك قصائد في كافة أغراض وأنواع الشعر.
يا هلا. فنسعد نحن والمشاهد العزيز أن نسمع قصيدة في بداية هذا الحوار. يعني أحسن ما بقدم لكم في المقدمة قصيدة عن النميمة أو في النميمة. كبح الله النميمة وأهل النميمة. الله يكفينا شر النميمة وأهلها. أقول طال عمرك سم قبح الله وجه نقال النميمة. نعم. مهنة ما عز رجال نقلها، سيرة ما ترفع الرجال قيمة، تنزله بين الملابس فلسفلها، ما عشقها كون من يهوى الذميمة، عايش فيها ولا يبغي بدلها، أشهد إنه جاهل ما فيه شيمة، المروت من حيا وجه غسلها. يا ستر. يحسب إن الكذب يكسب له حشيمة، ساعي من حبه إذا الناس ولها، مغضب إن الناس بهوج وخيمة، نفس السودة على الهانة خذلها. ما كسب عز ولا فاز بغنيمة، كون بين الناس يمشي في زعلها، قد حفظنا من سوالفنا القديمة حكمة من قالها جرب عملها، من نقل نكرمة جاك بنميمة، بد ينقل منك للثاني مثلها، صحبة الواشي ترى ما هي سليمة، يغضبك بهروج غيرك ما فعلها، يبهتك وجي من الآخر ظليمة، جعل روحه للفنا يدفع يدني أجلها، ما عليه من المعايب والهضيمة، عارم بالكذب والفتنة تشعلها، ادحره بالزجر يسكت بالهثيمة، خلها في صدرها الحاقد حملها، لا تسمع له ينفس عن جريمة، والنميمة تخلها بصدورها هلها، عز نفسك منه يا مال الغنيمة، سمعته مهوب يدرى من فشلها، دائما بعراض خلق الله هميمة، ما تعمر الدار لا منه نزلها، فالحكيم اللي يفيد بيت عليمة، والغبي من راح في غبة جهلها. وسلامتك وسلامة الحاضرين. وانت سالم، هذه قصيدة عن النميمة. اي نعم. الله يكفينا شر النميمة واهل النميمة. اهلا ابو حمير. هلا. الحقيقة ما أدري أنت هل لك وجهة نظر أو ما رأيك في 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 الساحة الشعبية الآن، خاصة وأنت أحد المتابعين والمتابعين جيدا لما ينشر وما يعرض وما، فما أدري رأيك في في ساحة الأدب الشعبي في هذا الوقت؟ والله طال عمرك، على كل حال هذا رأيي الشخصي ولا إذن بغيري. نعم. أما رأيي إيه؟ إنما ينشر في كثير الصفحات الشعبية الآن إيه؟ أعتبره نخال شعير وليس بشعر حقيقي، مما جعلني غير راضي عنه وربما شاطر للكثير هذا الرأي. أي نعم. مع تحفظي إيه؟ على شعر المبدعين في الساحة وهم قلة مع الأسف، وفي هذه الحالة لا ألوم أولئك بقدر ما ألوم محري هذه الصفحات الذين فتحوا الباب على مصراعيه لنشر الغث وهم يطلقون عليه قصيد، وبالحقيقة أنا أعتبره عصيد. أما بحكم سد فران هذه الصفحات الخاوية التي هجرها كبار الشعراء المبدعين، أو بحكم معرفة هؤلاء، المعرفة المرتبطة بالمحسوبية والمجاملة، وهذا بالطبع واضح أمام العيان، فعلى هذا القياس واستقراء لتلك الشخبطات غير جيدة قلت هذه القصيدة وأرجو تناسب. يعني انت الآن تبي تعالج هذه المشكلة في قصيدة. نعم نعم. طيب نسمع القصيدة نحن والمشاهدين الكرام يا ابو حمير. حاضر. اقول طال عمرك، كل يوم طالع بالجرايد عصايد، من فلول انت عصد الحتي من دون قيمة، يا ستار دي مجلات نخل شعير ما هو فايد، نشر هذا على حساب المشاعر ظليمة. نعم. ترتكز فوق حرف الواو كانها خرايط، وانت معنت فيها شفت فيها وخيمة، قدموها وقالوا ذي خيار القصايد، والحقيقة إذا بضقت ما هي سليمة، لكن السر معروف الربع الفوايد، كل متألق يعطي على النشر قيمة، يمدح السوق رجال الرجع منه فايد، وراعي البل يعرف الذاهبة بالوسيمة، موقد الرب قال موقد الذرب عايد، عقب ما كان فنه في صياغة شريمة، برقوا في كلامي يا رجال الجرايد، وكرموا صحبكم من هالوجيهة الذميمة، كون خطوة شعر فحن يصوغ الفرايد، مبدع والمعاني في كلامه كريمة، شعر عز بيوت كرهاف الجدايد، صاغ اللي معانيها الكريمة حكيمة. وسلامتكم. صح لسانك، انت الحقيقة توجه نصيحة. نعم نعم.
لكل الذين يقومون على تحرير الصفحات في المجلات وفي الصحف انهم يختارون الجيد المفيد. نعم نعم، الحقيقه هذه 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 نصيحه توجه من شاعر كبير مثل عبد الله بن حمير الدوسري من وادي الدواسر إلى كل الذين ينشرون هذه القصائد الهزيلة ويسمونها إبداعات. ومن وجهة نظر شاعرنا ابن حمير إنها عبارة عن إنخالة من شعير وأنها لا تستحق أن تسمى قصائد. عموما شكرا يا ابو حمير على هالقصيدة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله إنها تجد صدى طيب من الزملاء في 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 الصفحات وفي المجلات التي تهتم في الشعر الشعبي، وعليهم في الواقع أن يختاروا الجيد والمفيد، لأن الشعر في الواقع ليس تصفيف كلام كما ذكرت، بل هو إبداع وإبداع وإبداع. ونحن مع الإبداع في الواقع ومع أحد المبدعين عبد الله بن حمير الدوسري. نبي قصيدة ثالثة. دم طال عمرك. الله يسلمك. هذه طال عمرك قصيدة سميتها الأضداد. اي نعم. يقول يا صاحبي صاحبي اللي علومك تعاجيب تعاجيب، ما اقول الصادق في مقالي. نعم. لولا الكرم ما عرف طيب المعازيب. صحيح. ولا شيد مدحن في كريم الفعالي، ولولا الغدا ما ميز البخل مطيب، راحت سوان عند البخيل المثالي. يا سلام. ولولا الحياة ما عرف حق المواجيب، ولبشت ماها وجيها رجالي، ولولا الشجاع الضاع حق المطالب، ولا سن في رد الحقوق القتالي. ولولا الحماية مثل مقال ابو ذيب، رحنا همايا ما كسبنا المعالي، وضحت ما في خاطري عن تجاريب، ما ظن من يقراه قلف تعالي. وسلامتكم. الله صح لسانك وبيض الله وجهك. اهلا وسهلا. على العموم يا ابو حمير، هلا حنا وعبر الهاتف في الواقع يعني نتشرف ونسعد بان نتصل فيك. اهلا وسهلا. انت في وادي الدواسر. مرحبا. والحقيقه اعتقد بل اجزم ان المشاهدين يودون ان تستمر هذه القصائد الجميله. الله يطول عمرك. ولكن الوقت المخصص للفقره لا يحتمل ان نستمر او نسترسل كثيرا. الله يطول عمرك. ولذلك نبي نسمع قصيده رابعه. طيب. تكون مسك الختام. أي شاء الله. هذه الدقائق الجميله. طيب. كجمال هذا المساء الجميل. وما الحقيقه احنا ما سالناك الان عن الربيع عندكم وعن والله خاصة الربيع ان شاء الله ابشرك على ما يرام. الحمد لله. منطقتنا طال عمرك لبست أزهى حليها في هذا الموسم الطيب. يلا لك الحمد. الحمد لله مربعين ونشكر الله. الله لك الحمد والشكر. عليكم نعمة الإسلام والأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين. جزاك الله خير. جزاك الله. أبو حمير. هلا. القصيدة الرابعة. دم طال عمرك. ما أدري وش غرضها ونوعها. أي غرضها بين الأمس واليوم. بين الأمس واليوم. نعم. نعم. أقول ترى اليوم غير الأمس والأمس غير اليوم. صحيح. ولا عامنا الحاضر مثل قبلها العامي. أها. هذه سنة الدنيا وما قدر المقسوم، أيام تروح ومثلها تظهر أيامي. عدل. تقاليدنا في ذيك الأيام مثل حلوم، غدت من بقايا الأمس في صورة أحلامي. طغت موضة الحاضر على عزها المحشوم، وحلت تقاليد بها عوق ناقامي. صحيح. تقاليد فيها كل خبث لنا ملغوم، بسيف المذلة شرها ضدنا حامي. على يا زمان الأمس وين أنت يا مرحوم، تشوف الملا في طبعهم راح وأقسامي. لفتنا مذاهب شرها خافي مسموم، غرق من ظماه إبليس في بحرها الطامي. صديق الوفا لك يا زمان الوفا المعلوم، تدور ولا تلقى وفا ذيك الأيامي. تدور عبث لعلك تعين الزيزوم، رفيزني إلى خيت به قال قدامي. نشدت الوفا واقسم على صاحبه معدوم، جبين الحياة ذا الوقت من هالحياة ضامي. زمان هلا هالمصلحة دامها بالدوم، يراعون عينك وانت محشوم بكرامي. فلا من قضوها صرت عقب الغلا من قوم، نسوا فعلك الطيب ومعروف كالسامي. اصحاب الزمان الحاضر الباي المشؤوم، نفاق وتملاق وكذب وتزلامي. اقولها من التقريب ما هو برج معلوم، من أصحاب برق الصيف وقفت على قدامي. فلاني بقول إني على المائدة معصوم، ولا عد نفسي كامل وأعرف أقيامي، ولا خلي من الدنيا بعد في الوجود قروم، لكني بنسمة واحد في المية قدامي. رفيج بوقت الضيد رجل لزوم يقوم، رعي نزمة ما
هو بوار وخمامي هذاك الخليل الفذ يجعله يدوم على العهد والميثاق والطيب أسكامي ختمت الخواطر والله الهادي القيوم رميت بكلام واقع والله الرامي وسلامتكم. Oh,
مشاهدين الكرام، يسرني أن أقدم لحضراتكم هذه القصيدة التي تعتبر من قصائد الحكم للشاعر المعروف حمد هادي المسردي رحمه الله. يا الله يلي بيدك العز والجاه، يلي الخلات المخاليق رافي، يا من خلى العبدك اليابان ترفاه، يا عالم غاية خفى كل خافي، الطف بحال اللي تبهذل بدنياه، وداجب جميع عن حن حايا وطافي، يطرد ورا حظ عليك انت مشاه، لا شك شاف من الزمان اختلافي، من كثر ماله سارة والناس برضاه، ولو كان ناقص قاله والناس وافي، ومن قل ما بيده ترى الناس تشناه، لو كان يسكيهم عسل قند صافي، فالمال كم ساس طمان وعلاه، والفقر كم حطم روابع سنافي، فالمال كم ساس طمان وعلاه، والفقر كم حطم روابع سنافي، لا شك مال العبد ان حكم مولاه، من خير ولا شر والرب كافي، ما كتب للمخلوق لابد يلقاه، اما هزايم شر ولا عوافي. عزيزي المشاهد، يحمل لنا البريد كل اسبوع مجموعة من الرسائل التي تحمل مشاركاتكم الجميلة والهادفة والمشاركات الشعرية. أيها الإخوة، بطبيعة الحال هناك شعراء لا يستطيعون الوصول إلى هنا، ونحن أيضا لا نستطيع الوصول إليهم، ولذلك يبعثون مشاركاتهم عبر البريد، ونحن بدورنا نقوم بتقديم هذه المشاعر الصادقة وهذه القصائد الرائعة نيابة عنهم. في حلقة هذا الأسبوع نختار قصيدة للشاعر جعيثن بن محمد البراك الشمري، يقول فيها: أضحك وجامل ونار الهم بضلوعي، وحاول أنسى هموم الوقت وتعابه، شربت لي من شراب البين قرطوعي كاسا مراره يذوب تبد شرابه، الوقت هذي سواته ما يجي طوعي، لازم يدمي من اللي عاش بهنابه، الوقت هذي سواته ما يجي طوعي، لازم يدمي من اللي عاش بهنابه، أفواج الأحداث ما دامت على نوعي أنواع، لكن هموم الوقت تتشابه، أقول باللحظة هاللي تذرف دموعي هذه دموع الفرح والنفس غلابة، اللي حصل ساعة فيها هدى روعي، هي عيد قلب سيوف الخوف تعثابة، أحارب الياس وامضي واشعل شموعي، وما قدر الله على الإنسان يرضابه، لو كنت مرض خلية ما بها دوعي، خير من قربة الشمات وأصحابه، ترى طيب القوم يا ناشد هم ربوعي، ولاش لوه من أدنى الناس مشقابه، الله جعل للمخالي قصل وفروعي، ومن جالس الخيرين الخير يا هنابه، عندي تجارب حياة الناس مجموعي، رغبت علم التجارب وادرس كتابه، بصدور الأخيار للأخبار ينبوعي، مجالس المجد لأصل المجد جذابة، معطول الأيام كل العلم مذيوعي، ما صار في عالم النجدين يدرابه، الناس ترغب وتتبع كل ممنوعي، ومن يجهل الشيء دايم يبدي إعجابه، ومن عامل الناس بالمعروف متبوعي، الرفق راعيه روض سي روض سيد الغابة، الناس ترغب وتتبع كل ممنوعي، من يجهل الشيء دايم يبدي إعجابه، من عامل الناس بالمعروف متبوعي، الرفق راعيه روض سيد الغابة، من ينفع الناس بتل الوقت منفوعي، من ينفع الناس بتل الوقت منفوعي، الله بيوم القيامة يوفي حسابه، يا زين بالعز شرب السم قرطوعي، يا زين بالعز شرب السم منقوعي، ولا العسل بالأهانة موت يدعابه، عنك القلم يا قليل العرف مرفوعي، من قل عرفه تخلف والجهل عابه، الفرق ما بين موضوعك وموضوعي، تقدير ظرف جميع الناس تبلابه،
للناس طبعا بوقت الصغر مطبوعي، تغيير طبع البشر ما تملك أسباب. الخير من حاملين الكبر منزوعي، تباع تلهون للمعروف هيابة. يا ليت لو دابر الأنذال مقطوعي، لو كان ما ينقص الممدوح سبابة. الشر يا زارعه بالخير مرفوعي، لا تعلن الحرب خل السيف بجرابة. ما شفت عنتر بتال الخيل مصروعي، ما فاد فيها العناد وقوة أعصابه. ترى الغلط لو يدوم سنين مرجوعي، يرجع على راس من كان ثم دابه. ما كل من قال يا لدنين مسموعي، بعض الرجاجيل يفشل من تعزوابه. وما كل درع من الفولاذ مصنوعي، ولا كل سيف النهار الضيد يدلابه، ولا كل من يدعي بالصدق مشفوعي. كل الحقايق بموت الروح كذابة. يوم المراجل كرم وسيوف ودروعي، ما كل من يطلب النوماس يحضابه. من لا تجمل بوقت الخوف والجوعي، وقت الرخاء كل واحد يفتل أشنابه. ومن لا صبر ما قدر والجود مزروعي، وكل على ميل نفسه يدلج ارتابه. يضحك ضعيف العقل لو صاح مفجوعي، ومن لا وطل جمر ظن الناس لعابه. والبرنامج يشكر الشاعر جعيثن محمد البراك الشمري. كانت هذه أيها الأحبة هي آخر فقرة من فقرات برنامجكم لهذا الأسبوع. لنا معكم بمشيئة الله تعالى موعد قادم، حتى يحين ذلك الموعد لكم تحياتي وتحيات كافة الزملاء الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. إلى لقاء، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. لكي فعل هذا